اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما قلت في البدايه بدايه حلقتنا النهارده ان جمهور النادي الاهلي مش مرتبط بس الفريق الاول، ولكن في كل الالعاب الحقيقه متابع ناشئين وعارف مين اللي طالع ومين اللي على مستوى كبير. والنهارده قلنا لحضراتكم هنعرفكم او هنعرف لحضراتكم نجوم فريق 18 سنه كره السله. في البدايه برحب بابراهيم زهران او الشهير ببيبو زهران. اهلا بيك يا بيبو. ازيك يا كابتن سيد؟ منور قناه النادي الاهلي. ازيك يا كابتن عيسى؟ عامل ايه؟ وبنرحب بعلي وحيد نجم الفريق واحد اعمده الفريق الحقيقه واللي كان له دور كبير جدا في البطولات اللي فاتت. علي ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. منور قناه النادي الاهلي. كوتش، قبل ما اخد منكم كلمه خلينا نروح لصاحب القضيه، قضيه كره السله، والحقيقه كان ليه دور كبير جدا الحمد لله فرح جماهير النادي الاهلي اول امبارح بالفوز على نادي الزمالك. معانا كابتن احمد مهيب. اهلا بيك يا ابو حميد. ازيك يا كابتن عيسى؟ ايه الاخبار؟ الو الو ابو حميد، ازيك يا حبيبي؟ كابتن عيسى، ايه الاخبار؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيك. الف مليون مبروك، فرحتنا كلنا، تسلم ايدك. يا ربنا يخليك يا رب. الحمد لله، الحمد لله على المكسب، يعني الحمد لله على الثري بوينت دي. طب قول لي يا مهيب، يعني انت لعيب مجتهد جدا واوقات كتيره يعني ربنا سبحانه وتعالى بيجعل سبب كده او يجي يعني لعبه او لا او هدف او حاجه كده في كل الالعاب تخلي الجمهور يرتبط بيك اكتر واكتر. يعني كلمني عن الشوطه، وهل انت كنت نازل يعني عارف انت هتجيبها؟ والله طبعا الحمد لله، يعني على الثري بوينت دي طبعا الوقت بتاعها كان كريتيكال جدا، قدرنا ان احنا نكسب بيها. يعني طبعا هي توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، وطبعا انت اكتر واحد عارف يعني ان احنا الشوت والثري بوينتس دي بتبقى تمرين يعني طبعا اكتر وثقه، يعني خصوصا في الوقت اللي انا نزلت فيه، كنت قعدت حوالي شوت ونص او شوتين ما كنتش نزلت، بس كان عندي يعني ثقه في ربنا سبحانه وتعالى يعني وفي الفرقه ان احنا هنكسب في اي وقت، حتى لو يعني كان فاضل 3 4 ثواني، بس الحمد لله ان احنا قدرنا نكسب في الاخر. يعني طب مهيب قول لي، يعني انت اخر فاضل 5 ثواني والماتش راح، يعني الماتش كان راح خلاص، يعني الناس كلها قالت صعب وبتاع، ومستر اجوستي قال لك يلا يا ابو حميد، وانت ما سخنتش ولا عملت حتى ورم اب ولا اي حاجه ونازل الملعب. انت قلت لي، قلت لحد انا هجيبها ان شاء الله وهنكسب، قلت لمين؟ قلت هو انا قلت في الشوط الرابع لعمر طارق النازله اللي انا نزلتها، بس هو ايهاب دخل انسايد الحمد لله جبنا التعادل. النازله الثانيه بقى عمر وانا نازل راح قال لي انزل يلا هاتها عشان نكسب. يعني طبعا اداني بوش يعني، وانا الحمد لله يعني كان عندي ثقه ان انا لو جات لي ان شاء الله هشوطها، وطبعا انت عارف ان دي يعني مش اول مره ان انا اجيبها يعني. صحيح. الحمد لله ربنا كرمني بيها، بس دي المره دي فعلا مختلفه تماما عن قبل كده، ان احنا كنا اولا في 100 عقبه والزمالك، وهم خلاص كانوا بيحتفلوا من بدري، وطبعا احنا شفنا الاحداث اللي حصلت من اللعيبه يعني ما كانتش لطيفه، بس يعني ايه الحمد لله في الاخر قدرنا ان احنا نكسب ونطلع كسبانين، يعني هي دي اهم حاجه. طب قول لي يا مهيب، انت بتحب تشوت من الكورنر، وعملت الموضوع ده قبل كده في سبورتنج يعني قدام الاهلي، ودي اللي يعني زي ما بيقولوا اللعيب يبقى له نقره، احنا بنسميها في الباسكت ليه النقره بتاعته. فانت كنت نازل يعني متحدد لك المكان ده، ولا هي جت نتيجه البنتريشن اللي عمله تومسون، ولا اللعبه جت ظروفها ازاي، ولا انت كان مطلوب منك تقف في المكان ده؟ لا، هو انا الكوتش اوجستي كان عامل الخطه ان انا، هو طبعا اكيد عارف يعني، هو عارف كل امكانيات كل واحد، وعارف ان انا مثلا بحب اشوت من زيرو، هو ان انا كنت هعمل سكرين لتومسون وهيطلع يستلم الكوره وهيعمل هاند اوف مع الجندي، يا اما هو هيدخل، بس هو راح داخل وعينه كانت عليا، وهو كان قايل لي يعني ان هو هيباصيها لي خليك جاهز، فصها لي في الزيرو. طبعا كنت فاضي خالص يعني، كان لاعب الزمالك كان طالع عليا بدري شويه، بس طبعا سيف عمل جود سكرين اخره شويه، رحت شايطها مستريح يعني، والحمد لله كده ايه جت يعني. طب قول لي يا مهيب، يعني اول ما الكره لقيتها في الشبكه، يعني انت بتشوط والكره نزلت في الشبكه، اول حاجه جت في دماغك ايه؟ يعني هل قلت ابص على الحلقه، ولا ابص على الساعه هل هي صح ولا لا، ولا انت شايطها متاكد ان هي في الوقت؟ بص، هو انا الناس كلها بتقول لي هو انت ليه ما عملتش رياكشن، يعني بالزبط. انت ولا احتفلت ولا اي حاجه، هو انا الثانيه الكره وهي جايه لي اكيد هيبقى ادرى واحد باللحظه دي، الكره وهي جايه لي انا الوقت وقف، يعني انا مش مركز في اي حاجه غير ان انا اشوطها يعني انا اشوطها واجيبها، اكنها شوط التمرين، اشوطها يعني شوطة عاديه جدا، ولا بقى فكرت ان هي لو ضيعتها هنخسر، لو جبتها هنكسب هنحتفل، ولا اي حاجه. هي احنا يعني كان دايما عندي ثقه ان احنا في اي وقت هنكسب،
والكوره جات لي رحت شايطها والحمد لله ربنا كرمنا وجت. بس يعني ده ثبات انفعالي يا مهيب، ده ثبات انفعالي تحسد عليه بصراحه. ولاعيبه كتير يعني بيلعبوا ويبطلوا ما بيمروش بالمرحله اللي في المرحله اللي فيها الثبات الانفعالي. طب انت فرحان ان الجمهور بيشبه التاتا بونت اللي انت جبتها بهدف قفشه القاضيه طبعا المشهور؟ طبعا هو يعني لا اكيد مبسوط جدا، بس يعني طبعا باختلاف ان يعني كابتن قفشه جابها كسب افريقيا، بس طبعا دي حاجه تبسطني يعني واحس بفخر يعني ان انا الصراحه بيشبهوني بقفشه السله المصريه يعني. طب قول لي يا مهيب برضو، انا يعني عايز استفسر على حاجه برضو مهمه. انتوا يعني حصل احداث في اخر المباراه، مش عايز اتكلم عن تفاصيلها، ولكن الاحداث دي كانت كفيله ان ممكن اللعيبه عندنا تستفز او ان حد يبتدي يستفز، لانه انت عارف يعني الوقت ده بتبقى الدنيا مشدوده، ولما حد بيحاول يعني يحتفل بشكل مش كويس ممكن تلاقي الدنيا ايه يعني زي ما بيقولوا ولعت في ثانيه. انتوا ازاي كلكم سيطرتوا على اعصابكم بحيث ان احنا نفضل مركزين في الملعب ومركزين في النتيجة، ما نفقدش تركيزنا لآخر ثانية؟ بص يا كابتن هيثم والله، وانت يعني انا دايما انت من حقك تفرح، جبت باسكت مهم، شايف جبت 3 بوينت جامده جدا، احتفل لكن ما تستفزش الخصم بتاعك او ما تروحش للبنش بتاعه وتعمل حركات استفزازيه ملهاش اي لازمه. طبعا يعني مودي لعيب صغير لسه ما عندوش خبره ان هو يعني يعرف يكنترول اعصابه او حاجه، بس طبعا الحركه مش لطيفه. النادي الاهلي يعني كنا كلنا مركزين لحد اخر ثانيه، ما استفزناش، ما فيش رياكشن عملناه، هم احتفلوا بدري شويه، ما يعني ما كانوا شايفين ان التايم خلص، بس طبعا 4 ثواني ده كفيله ان احنا اخذنا تكنيكال فاول بسبب الخطا اللي هم عملوه. تومسون الحمد لله قدر يجيبها، وده يعني الناس برضو ما اتكلمتش عليها قوي، لكن تومسون لو ما كانش جاب ما جابش الفاول شوتنج دي كان يعني كنا ممكن لو جاب كنا لسه صحيح هنلعب اكسترا تايم، بس هو برافو يعني عليك صح تومسون جابها في وقت كريتيكال يعني صحيح نفس اهميه الثري بوينت تماما يعني، صحيح صحيح فجابها الحمد لله. وفي التايم اوت جبت بقى انا الثري بوينت كسبنا، فانت احتفلت بدري واستفزيت الخصم على الفاضي يعني ملاش اي لازمه يعني. بالظبط، بس وكمان يعني يعني المواضيع دي تبقى خبره، بس هو كنترول اعصاب فرقه النادي الاهلي من اللعيبه بدون اتفاق دي حاجه تدل على نضوج الفريق. الحاجه الثانيه التزامكم التكتيكي والخططي بعد التايم اوت بالكلام اللي قاله مستر اجوستي بوش في التايم اوت ده بيدل على نضج في الملعب. يمكن يا كابتن انا كنت بقول قبل ما طبعا حضرتك تبقى معانا، كنت بقول انه الماتشات اللي بتخلص باسكت وبونت واكسترا تايم دي بتزود من خبره الفرقه وبتدي ثقه في الفوز اكتر. هو طبعا الماتشات اللي انت بتكسبها يعني احنا حتى برضه ما كناش موفقين قوي، كنا في غلطات كتير عملناها، لكن احنا برضه قدرنا نطلع من الماتش كسبانين، ودي اهم حاجه. صحيح. انت يعني حتى وانت عندك غلطات عندك شخصيه البطل، بتعرف تكسب وانت وحش. صحيح. ودي اكتر حاجه النادي الاهلي متميز فيها، ان انت مهما كنت انت وحش عندك القدره ان انت تكسب في الاخر، ودي اللي بتخلينا نتعلم من اخطائنا وان احنا بعد كده ان شاء الله ندركها وما نغلطش فيها تاني، وباذن الله يبقى الموضوع بقى الفوز بيبقى اسهل من كده يعني. صحيح. طب قول لي مهيب، طمني على حالتك البدنيه كلها، يعني يمكن انت كنت بتشتكي شويه من حاجه في رجليك، وبعد كده يعني طمني على حالتك الصحيه، يعني انت بتبقى في فورمتك الحقيقه ما حدش بيعرف يوقفك، فقول لي طمني على الفرقان. انا يعني قبل ماتش التامين انا نزلت اشيط لوحدي، زي ما انت عارف انا بنزل كتير الصبح لوحدي، يوم كان الجو ساقعه وانا بشوط ظهري راح شد لوحده كده يا خبر يعني، ابيض وانا بشوط كده ولا في تمرين ولا اي حاجه، نزلت اتمرن الصبح فظهري قفش، قعدت 5 6 ايام كده ما بعملش اي حاجه، طبعا كان الوجع يعني فظيع، بس الحمد لله يعني طبعا الجهاز الطبي في النادي الاهلي عمل معايا مجهود يعني ان انا اقدر ارجع بسرعه، ولحقت الحمد لله ماتش التأمين ولعبت بقى الحمد لله ماتش الزمالك، وان شاء الله يعني ربنا يحفظنا كده كلنا يا رب من الاصابات يعني ان احنا نقدر نبقى كاملين باذن الله في الادوار النهائيه يعني. طب قول لي يعني المنتخب اخباره يا مهيب، حد بعته يعني استدعى ليك، هل هتشارك مع المنتخب؟ يعني برضو قول لي المنتخب خلاص هيبقى فيه هيبقى ولا لسه ما فيش كلام لغايه ما بعد الدور الاول يخلص والمدير الفني يتولى المهمه رسميا؟ لا هو ما فيش كلام لحد دلوقتي، احنا مركزين مع النادي يعني طبعا لكل لحد الاخر لحد ما نخلص يعني الماتش الاخير اللي هو الاتحاد يوم 28 ان شاء الله، المفروض يبعت لنا الناس اللي هتنضم يعني المنتخب، طبعا انا تحت امر يعني المنتخب في اي وقت اكيد ان شاء الله، يعني هيبقى مبسوط لو رجعت تاني المنتخب، خصوصا ان انا اخر 2 3 سنين يعني ما كنتش
بنضم بسبب ظروف عائليه عندي في البيت او اختيار مدير فني او كده، بس طبعا ان شاء الله يعني باذن الله الفتره اللي جايه عايز ابقى متواجد يعني باذن الله تاني في ضمن المنتخب مع الكوتش طبعا الجديد، استفيد بخبرته طبعا دي هتفرق يعني كتير، فان شاء الله باذن الله ابقى موجود مع في تشكيله المنتخب اللي جايه باذن الله. ان شاء الله يا ابو حميد. وخليني اقول لك على حاجه، يمكن انت اول ما مضيت للنادي الاهلي كان بينا من بعض لقاء في النادي، يمكن انت ده حقيقي. يعني بقالك سنتين دلوقتي يمكن او حاجه في النادي الاهلي، انت سعيد بالتجربه دي يا احمد؟ سعيد وفخور، مش سعيد بس طبعا سعيد يعني ان انا في نادي كبير زي النادي الاهلي، وبتحس بالقيمه بقى دي دلوقتي يعني. انت يعني كان قالوا لي ان انت جبت الثري بوينت دي قبل كده في سبورتنج في ماتشات يعني كانت قدام الاهلي وكانت اهم يمكن من صحيح الماتشات دي، ما كانش حد بيتكلم عليها. دلوقتي انا مصر كلها بتتكلم على الثري بوينت، فطبعا طبعا دي تحسسك باهميه التيشيرت اللي انت لابسها وان قد ايه انت عندك مسؤوليه ان الناس بتتفرج عليك ودايما عايزاك ان انت تبقى كسبان، فدي بتحط عليك طبعا ضغط، وفي نفس الوقت انت حاسس ان انت فخور ان انت تنتمي للكيان زي النادي الاهلي يعني. فطبعا اكيد الحمد لله يعني مبسوط بالتجربه دي، واتمنى ان انا يعني انهي كاريري في النادي الاهلي زي ما قلت من قبل ما امضي يعني. طب قول لي ان مهيب، شاء الله. مهيب تقول ايه جمهور النادي الاهلي؟ يعني جمهور النادي الاهلي بيتغنى بك عشقا يعني منذ اول امس، تحب تقول ايه لجمهور النادي الاهلي؟ اقول ايه لجمهور النادي الاهلي؟ وحشتونا جدا طبعا، اللعب اكيد بجمهور زي جمهور النادي الاهلي موضوع بيديك حماس في الملعب، وحضرتك اكيد عارف الموضوع ده جدا يعني، بيشجعك ازاي، بيحرك كل حاجه جواك يعني. ان شاء الله نوعد الجمهور باذن الله ان احنا زي ما فرحناهم من اول السنه يعني، الحمد لله ربنا كرمنا ببطوله يعني يمكن مش مهمه جدا بالنسبه لجميع النادي الاهلي اللي هي بطوله المنطقه، بس الحمد لله دي جهزتنا للبطوله العربيه، الحمد لله قدرنا ان احنا نكسبها، بسطت الجمهور، علت الطموحات، قدرنا نكسب البطوله بطوله المرتبط، علت سقف الطموحات اكتر ان احنا ان شاء الله يعني نكسب بقى الكاس والدوري طبعا باذن الله، ونعمل موسم استثنائي يعني في النادي الاهلي ان شاء الله. يا رب يا مهيب، واتمنى لك كل التوفيق. انا على المستوى الشخصي بحبك جدا ومؤمن بيك، ربنا يخليك يا كابتن. وحتى ايوه يمكن والله احنا لعبنا قصاد بعض شويه، بس الحقيقه انت من اللعيبه اللي فعلا فعلا رجاله، واللعيبه اللي دايما اضافه في اي فرقه. بشكرك يا مهيب، وطبعا يعني بتاسف لك ان انت طبعا دخلت معانا في والجو حواليك ساقعه، بس ده مش غريب عليك لا انت. لا لا كابتن اسف، يا سلام، ده انا مبسوط والله معاك، وفعلا بتبسط يعني لما بسمع صوت حضرتك وتعليماتك، دايما ببقى مبسوط بيها جدا، خصوصا يعني لعيب لعب في نفس مكاني وعارف نفس الاحساس اللي انا بعدي بيها، ودي حاجه مش اي حد يفهمها يعني. طبعا انت نجم كبير، وان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق يا احمد، واسيبك بقى ان شاء الله يعني في وقتك وتستمتع بوقتك. بشكرك شكرا جزيلا احمد مهيب، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، وصاحب القاضيه اللي جت طبعا اول امبارح في مباراه كره السله. احمد مهيب من اللعيبه المجتهده جدا، وبشكره لانه الحقيقه لبى دعوتنا انه يكون معانا ويتواصل مع جمهور النادي الاهلي، يمكن ده اول ظهور ليه بعد مباراه اول امس. بشكرك يا احمد، وربنا يوفقك، ويا رب دايما يكون عند حسن ظن الجمهور. ودايما بقول لكم هو ده الفرق، هو ده الفرق، اللعب النادي الاهلي عن اي نادي تاني، هو ده الفرق. النادي الاهلي شرف، شرف لاي حد، واي لعيب بيتكلم مع النادي الاهلي عشان ينضم له ده لوحده شرف. يعني ضع الناحيه الماديه على جنب، ضع اي شيء على جنب، انت بتتعاقد مع النادي الاهلي وراه 70 80 مليون عاشق ومحب يقدروا يحطوك في حته تانية. كل يعني التمنيات لفريق كره السله انه يقدر يعمل موسم استثنائي زي ما احمد مهيب قال. نرجع لحلقتنا بيبو، معلش يعني طبعا احمد مهيب من اللعيبه اللي كان مهم جدا نسمع، انت ايه رايك شفت المباراه اول امس؟ طبعا. ايه عجبتك فيه قول لي؟ عشان زي ما بنقول لعبه الباسكت ما بتخلصش غير في اخر سنه. دي علمتك كده؟ هي الباسكت كده، ما فيهاش غير كده. يعني انت مش ماتش لغايه اخر ثانيه. مش هترمي الفوطه ابدا. ابدا. يعني مهما حصل يا بيبو، ومهما الماتش راح وجه وطلعنا ونزلنا. احنا وصلنا للتعادل، بعد كده عليوا علينا، وبعد كده احنا جبنا ثاني. الباسكت دايما في اخر ثانيه، عمره الماتش ما يخلص غير في اخر ثانيه في الباسكت. برافو عليك، برافو عليك. علي برضو نفس القصة، انت اتفرجت على الماتش اول امبارح؟ اتفرجت. اتعلمت يعني ايه؟ قول لي. ان هو النادي الاهلي كده يعني، النادي الاهلي بيفضل يلعب لحد اخر ثانية، مفيش ماتش الاهلي بيسلم من الاول. صحيح. هي دي يعني، دي روح النادي الاهلي يعني، ما تلاقيش اي فرقة تانية كده. صحيح. صحيح. وخليني يعني برضو اتكلم معاكم بقى اكتر عن ماتشكم، عن الموسم اللي انتوا عملتوه، وعن تدريباتكم. يمكن انتوا السنة دي عندكم موسم مزدحم، لأن انتوا فريق 18 سنة، الفريق اللي كان مرتبط السنه دي، فانتوا لعبتوا باستثناء كل الفرق ثلاث
بطوله. خلينا نتكلم عندنا بطوله الجمهوريه. ما هو ثلاثه منطقه ومرتبط ومنطقه وجمهوريه ثلاثه. خلينا نتكلم عن بدايه الموسم يا بيبو. الاستعداد كان ازاي؟ التجميع بتاعكم يعني افتكر كده اول يوم اتجمعتوا فيه اتعهدتوا على ايه؟ كلمتوا يعني كلمني عن الاستعدادات لكل الموسم ده بشكل عام. اول حاجه طبعا كابتن اسلام اتكلم معانا ان السيزون طويل وان كل اللعيبه لازم تبقى جاهزه وكل يعني مفيش واحد بيفرق عن التاني كل حاجه واحده وان كلنا هدفنا واحد. وطبعا زي ما شفنا في بطوله المرتبط احنا ماتش الجزيره ما خلص غير في اخر صحيح في اخر ثواني دي عشان كانت الفرقه كلنا حاجه واحده كلنا كنا عايزين نبقى حاجه واحده كلنا فدي يعني ظهرت لنا اللي احنا كنا عايزين نكسب ازاي. طب قول يا بيبو يعني كابتن اسلام لما كلمكم في بدايه الموسم قال لكم لازم كله يبقى جاهز ولازم كله يستعد لان كله هيبقى له دور هو قال كده. طب انتوا كلاعيبه سيبك بقى من كلام كابتن اسلام انتوا مع بعض بتقعدوا كلكم صحاب وبتقعدوا مع بعض في الاوضه وبتسافروا مع بعض وبتكلموا مع بعض قلتوا مع بعض ايه؟ نفس الكلام يعتبر كابتن اسلام قال من قلبكم يعني ولا بيبقى فيه ساعات حته يعني انا نفسي العب ومنافسه؟ هو طبعا دي منافسه شريفه كل واحد بيحاول يثبت نفسه قدام الثاني طبعا دي عن طريق التمرين وعن طريق الماتشات دي حاجه حلوه لما واحد يشوف واحد بيلعب احسن منه طبيعي يحاول يلعب زيه بالظبط ويمكن احسن شريفه لمصلحه الفريق ومصلحه اللعيب نفسه كمان صح برافو عليك في المنتخبات وكده برافو عليك علي قول لي قول لي قول لي اول يوم اول تجميع ايه اللي حصل احكي لي هو احنا من اول يوم واحنا مقررين ان احنا عايزين الثلاث بطولات السنه دي واسمه ايه ده واحنا كفرقه يعني كلنا عندنا نفس الهدف مفيش حد عايز يخسر عشان احنا كمان الجيل بتاعنا ما كناش على طول بنكسب كتير فالجيلين 2004 و2005 بالظبط فكنا طمعانين في البطوله كلنا وكلنا كنا عايزين بعض ان احنا نلعب كويس في الماتشات يعني كله صحيح. كان عايز الاحسن للتاني صحيح وخليني اقول لكم برضو انه انتوا بقالكم اربع سنين او خمس سنين بتلعبوا مع بعض من تحت 14 صح 14 وسنتين 16 يعني بتهيألي كلكم اخوات يعني خلاص حفظتوا بعض ايوه ايوه فاكيد ده كان مدي برضو روح يعني اعلى يعني انتوا محظوظين ان المرتبط يمكن المرتبط بيبقى 16 سنه ما بيكونوش لعبوا مع بعض كتير لما بيجي في 18 بيكونوا لعبوا مع بعض حوالي 3 4 سنين فبيكونوا فهموا بعض طيب خلينا نتكلم عن المباراه او البطوله الاولى اللي احنا لعبناها المرتبط. المرتبط كان في مباريات صعبه يمكن بيبو في نص الكلام قال ماتش الجزيره كان في قبل النهائي وكسبنا ماتش وخسرنا ماتش تقريبا ولا كسبنا ماتش كسبنا ماتش والماتش الثاني كنا هنخسر اما ماتشين خلصوا في اخر في اخر ثواني في ماتش خسر خلص وقت اضافي وماتش الثاني خلص في اخر ثانيه كنا متاخرين اني ماتش اللي كنا متاخر فيها الثاني ولا الاولاني لا الثاني الثاني كنا خسرانين اكتر بس الماتشين كنا متاخرين وعوضنا تاني طب التعويض ده جه نتيجه ايه يعني انتوا كنتوا بتعملوا مثلا بريس روح لا مش هنخسر يعني هي نفس الفكره بتاعت ماتش الاهلي والزمالك كده ان احنا ما عندناش مبدا ان احنا نخسر مش عبطين يعني. في الجيم هو بنلعب لحد اخر ثانيه نعم وده اتكرر في الاتحاد يعني انت في ماتش الاتحاد احنا المرتبط كسب اول ماتش وكسبنا فرق مريح جه الفريق الكبير خسر كسبنا احنا تاني ماتش برافو عليك عايز اعرف بقى تاني ماتش نزلتوا بشكل ايه يعني انتوا كنتوا ما انتوا لو خسرتوا يبقى كده الفريق الاول لازم يكسب عشان يلعب مباراه فصل عشان بالظبط عشان نزلتوا خايفين عليه مش خايفين بس عايزين يعني اللي هو خايفين من النتيجه ايه اللي ممكن يحصل يعني خايفين حاجه ممكن تحصل احنا مش متوقعينها بس ما كناش خايفين من الماتش لا كنا واثقين ان احنا هنكسب وطب يعني يمكن في اول ماتش كنا فارقين قوي الماتش الثاني فريق مرتبط الاتحاد كانوا افضل ده ما خلاكوش تقلقوا لا احنا كنا واثقين دايما من اول الماتش ان احنا هنكسب وكابتن اسلام كان مدينا الثقه دي عشان احنا كنا بس متوترين عشان نتيجه الدرجه الاولى اول ماتش خايفين تخسروا الدرجه الاولى يعني يبقى في مشكله بالنسبه له طب انت بيبو كلمني عن الماتش ده الماتش الثاني في المرتبط بتاع الاتحاد اسكندريه نزلنا بنفس الريتم بتاع الماتش الاول اللي هو احنا داخلين نكسب مالناش دعوه الدرجه الاولى خسر ولا لا احنا داخلين نكسب الماتش ده بتاعنا يخلص نفس السكور نفس الريتم بتاع الماتش يعني مفيش تغيير عايزين نكسب وعايزين شكلنا يبقى حلو وعايزين نساعد الدرجه الاولى كمان بالظبط بالظبط ما الدرجه الاولى لو احنا كسبنا هنديهم تشانس ثاني ان هم يكسبوا ويخلصوا بالظبط واخد بالك وده اللي حصل يعني حسيتوا بالسعاده والفخر ان انتوا ساهمتوا في الانجاز ده طبعا انت يعني لما بتلعب فرقه الاتحاد طبعا فرقه الاتحاد مش فرقه ضعيفه وبتكسبها فرق السكور ده وبتلعب قدام باريحيه فده طبعا حاجه تفرح وان انت بتكسب بالدرجه الاولى فدي طبعا حاجه تفرح طب قول لي انت مستر اجوستي طلعك
طلعك انت كمان يعني اتمرنت مع الدرجه الاولى او لسه؟ انما يمكن بيبو اللي طلع اتمرن شويه. هل تمرينك مع الدرجه الاولى ولعبت ماتشات كمان وهل لعبك مع الفريق الاول اكسبك بعض الخبرات اللي فادتك فريق 18؟ انت بتلعب مع احسن لعيبه في مصر، النادي الاهلي بيضم احسن لعيبه في مصر. كل اللعيبه اللي حواليك لعيبه لعبت منتخبات وكاس عالم وافريقيا، يعني اللعيبه كلها لعيبه كبيره. فبتلعب معاهم وتحتك بيهم، ده حاجه طبيعي جدا ان انت تاخد خبرات منهم وتتعلم منهم. طب اجوستي اول ما بدات، مستر اجوستي يعني اول ما بدات تتمرن معاه اداك نصايح اكيد، جاب اتكلمك في التمرين بيوجهك، كان يعني اهم نصايحه ليك ايه؟ هو مستر اجوستي اهم حاجه بيهتم بيها الديفنس. الديفنس مفيش هزار، الديفنس اللي اعمل اللي انا عايزه في الديفنس. الاوفنس طبيعي، لان الاوفنس طبيعي تغلط فيه، لكن الديفنس يعني هو لازم تدافع، الديفنس هو اللي هيليد للاوفنس. فانت يعني شايف ان ده اكتر حاجه استفدت ان انا ادوس على الديفنس بالظبط وابقى عندي بالزبط. يمكن عمرو اخوك فلعيب فريق الدرجه الاولى ممتاز بالموضوع ده يعني بالزبط. او يمتاز بالدفاع بالزبط. يمسك الاجانب ويمسك المحترفين، فيعني انتوا برضو ما انا جاي بقى الحته الثانيه الدفاع ده جاي. انت انا عارف انت خدت الدفاع ده من مين بس هنيجي في الفتره الثانيه. وخليني اقول لك علي برضو ان يعني تراكم الخبرات بيبقى برضو بتفيدك في المنتخبات، بتفيدك لما تتصاعد. فقول لي انت ماسك الاعلى مين؟ حابب تبقى زي مين؟ شايف ان انت ممكن تبقى زي مين؟ طبعا كابتن طارق غنام هو ده يعني مثل الاعلى في النادي الاهلي. حضرته فاكر لعبه بس حضرته متاخر يعني اخر 3 4 سنين فيه. فحضرته في بطوله افريقيا 2016. شفتها كنت في الملعب. كنت بتفرج على الماتشات في الملعب. ايوه وشفت انه خد ساعتها افضل خمسه افضل خمسه. فده يعني ايوه هو كان مثل الاعلى في النادي الاهلي في البيفوتات يعني. انت بتلعب اربعه ولا خمسه؟ اربعه وخمسه الاثنين. طولك قد ايه؟ انا مترين ما شاء الله يعني انت جاهز. جاهز. وخلي بالك مركز اربعه في عندنا ازمه دايما في النادي الاهلي في مركز اربعه في الدرجه الاولى. بقى لنا فتره عندنا ازمه للاسف، حتى الاصابات بتجينا ما تفهمش المركز ده فيه ايه. اربعه وخمسه احنا ممكن نسميه رقم نسميه سته بلاش يعني نسميه رقم عشان بقى بصراحه الواحد يعني تعب، لان كل حتى اصاباتنا بتيجي يعني نقول واحد اثنين ثلاثه نفوته نقول خمسه سته ونقول بقى ايه ان الرقم البوزيشن الاربعه لان او اللي بالي بالك لان احنا بقينا اللي بيتقال عليه بيلعب اربعه بيتصاب، فيعني حتى ايه او اللي يلعب من غير ما يقول انا اربعه، لان الواحد بصراحه بس احنا عندنا اجيال طالعه. انت ما شاء الله تلعب اربعه وفي 20 سنه كمان مجموعه اربعات كويسه يعني ان شاء الله الناشئين. واحنا برضه يوسف حامد وسعد. صحيح. طب قول لي انت بدات الرياضه، بدات باسكت ازاي؟ هو انا ما كنتش عايز اخش باسكت اصلا يا راجل. انا طب دخلت إيه اللي دخلت الباسكت دي بالعافيه يعني هم قالوا لي اخش وبتاع وانا ما كنتش عايز اخش. هم مين؟ بابايا ومامتي. طيب انا ما كنتش عايز اخش بس لما دخلت حبيت اللعبه يعني فكملت فيها بس. يعني مالكش اخوات بيلعبوا باسكت؟ لا اختي اصغر مني بسنه كانت بتلعب باسكت قبلي بس انا ما كنتش عايز اخش برضه. كل ما يجيبوك الباسكت كنت عايز تلعب يعني؟ انا كنت عايز العب كوره. طب احمد ربنا لان 2 متر في الكوره دي كانت هتبقى صعبه جدا. يعني انت دخلت الباسكت يعني باباك ومامتك يعني مش اجبروك بس حببوك في الباسكت. يعني طب ليه بابا وماما كان في حد بيلعب باسكت؟ هو بابايا كان بيلعب باسكت زمان فعايزك تلعب باسكت فحببها لك. انت شكلك كنت متعب قوي عليه وانت صغير. لا والله. انت بتحلف ليه؟ ما انا بصدقك. طب اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل سريع نرجع نكمل كلامنا مع نجوم المستقبل في كرة السلة ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن بيبو اجيلك، انت طبعا ابن النجم الكبير كابتن علاء زهران. شفت بابا بيلعب؟ اتفرجت على فيديوهات ليه يعني هو بيلعب. فيديوهات انما كنت صغير انت؟ لا لايف ما شفتش. كنت صغير ما شفتش. يعني انت فيك من باباك؟ انت شايف ان فيك من باباك؟ لا يا راجل باباك احسن. باباي احسن طبعا. ماشي يا عم ماشي انا عديها. ماشي يا باشا انت هتقول يا باشا ما هو لا بس باباك كان لعيب كبير جدا. ما حدش يعملها يعني ابويا كان بيعمل حاجات انا ما اعرفش اعملها. لا لعيب. طب انت ولا عمرو اكتر يعني قريب للعب بابا؟ من لعب ابويا؟ مش عارف بس انا بحس ان عمرو اقرب من لعب بابا شويه. عمرو اقرب من لعب باباك. انت شكلك مختلف خالص يمكن الشكل الجسماني ولكن طريقه لعبك مختلفه عن باباك خالص. انا لعبت قصاد باباك وعارف. طيب قول لي احكي لي انت بدات ازاي باسكت؟ يعني هل بدات عشان بابا بيلعب ولا وخاصه ان انت واخوك رحتوا امريكا سنه؟ كلمني بدات ازاي ورحت امريكا ازاي؟ هي بدات ازاي يعني انا بابا بيلعب باسكت واخويا كان بيتمرن باسكت وانا لسه صغير مفيش فرق مفيش ناس تتمرن معاهم فكنت دايما بمسك الكوره اقعد العب مثلا اخويا بيتمرن العب مع الفرقه بتاعتهم العب مع بابا لكن انا فحبيت الباسكت. فالموضوع ما كانش يعني عشان بابا بيلعب باسكت وكده لا انا كنت حابب الباسكت من وانا صغير.
ورحت امريكا دراسه هناك سنه وبعد كده درسنا سنه بس لعبت فاديتك لعب هناك لعبت يعني ما كانتش التوب ليفل اللي هي كانت اقوى حاجه يعني كنت ساعتها لسه صغيرين فكناش بنلعب في المستوى القوي يعني. طب انا عايزك تقول الو بس بصوت عالي كده. الو قول ما هو اسمعك. الو ايوه الو ايوه معانا طبعا ما ينفعش يبقى بيبو معانا وما نجيبش عمرو زهران اخوه اللي في الدرجه الاولى ما ينفعش لازم احنا بنطلع بالعيله كلها. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا شاور حاج؟ طبعا بقول لك مبروك على ماتش الزمالك اديت اداء كويس ويعني ما شاء الله عليك انت بتثبت نفسك يوم بعد يوم. يعني كلمني عن ماتش الزمالك، انت كنت سعيد بالمباراه؟ كنت فرحان؟ عملت ايه؟ كنت على البنش ووقت التيتا بونت عملت ايه؟ الصراحه هو التكتيك كان مش كده يعني الكوره مش تيجي لمهيب بس هو يعني حظ مهيب ما شاء الله يعني كل ماتش الزمالك هو اللي بيجيب القضية ما شاء الله. ما شاء الله بس يعني الحمد لله صراحه كان شعور ما حدش حاسس بيه الصراحه يعني. صحيح لا غير اللي في الملعب الصراحه يعني مظبوط يعني. طب قول لي يا عمرو انت من اللعيبه اللي بتنزل تمسك الاجانب يعني مستر اجوستي دايما بيدي لك مهمه الدفاع على اللاعبين المحترفين في الفرق الثانيه ودي مهمه صعبه لان انت بتصطدم باكتر لعيبه يعني مهارات في الفرقه الثانيه اي على لعيبه في الدوري المصري. صحيح انت سعيد انت سعيد بالمهمه دي يا عمرو؟ الصراحه سعيد الصراحه باجي انزل امسك محترف بيكون مثلا بيجيب كل ماتش افريج 30 بوينت كل ماتش وانا نزلت خليته يجيب 15 مثلا 20 فده مجهود يعني ساعدت الفرقه حتى لو انا مش مركز بس ساعدت الفرقه في الديفنس. صحيح لا وبتجيب كمان يعني ما شاء الله انت يعني عندك شوطه وعندك دخله ويمكن انت بتفتكر السنه اللي فاتت انا قابلتك هنا في القناه وقلت لك خلي قلت لك ايه تفتكر؟ قلت انت الدور الجاي السنه الجايه تبقى في محترفين كتير لازم تاخد بالك مرة وقلت لك ان عاجبني فيك ان انت قلبك يعني زي ما بيقولوا بلغه الرياضه قلبك ميت. في قلب الاسد. قلت لك قلب الاسد برافو عليك عجبني لان انت بصراحه ما بتخافش وكنت لما بتنزل بتمسك لعيبه اكبر منك مش قلقان وبتجي لك فوق شوطه فاضي بتشوطها ما انتش قلقان يعني يمكن انت في مباراه نفس الكره دي حطيتها في مباراه الاتحاد الاسكندري. برضو كنت مجهود كل حاجه بس برضو كنت على اللاين كنت اجوستي هو اللي مديني الثقه يعني هو مديني الثقه يعني خلينا كل واحد يلعب براحته. صحيح. محدش اصلا في الديفنس يعني. طب عمرو انت شايف ان انت محظوظ ان انت يعني في بدايه لعبك في الدرجه الاولى او اول ما تصعدت درجه اولى او طلعت رسمي درجه اولى كان مستر اجوستي موجود؟ كده محظوظ صراحه انا اتمرن مع مدرب مختلف دماغ ثانيه غير المدربين المصريين كلهم تكتيك مختلف بس برده كابتن اشرف توفيق كان له دور مهم برده كان صعدني قبل كده في ماتش سبورتنج كذا ماتشات السنه اللي فاتت مع فريق التيم حتى لو بتمرن بس فبرده كابتن اشرف ليه فضل عليا طبعا هو اول مدرب صعدك كابتن اشرف توفيق طبعا حقيقه صراحه طبعا هو ليه فضل عليك كبير دي حقيقه صحيح. طب قول لي يعني انت دايما نصايحك لبيبو ايه بامانه ما فيش حد سمعنا احنا ما فيش حد سمعنا ولا حاجه بتنصح دايما بيبو تقول له ايه؟ حاجه انا بقول له يعني يعمل اللي عليه في الديفنس حتى لو مش موافق في الاوفنس لازم يساعد فرقته في الديفنس ترى عشان مفيش حد بيكونش موافق في الديفنس نعم لما عادي ممكن يبقى دي اوف في الاوفنس ما الديفنس لازم تلعب راجل على الاقل يعني انت دايما بتوجهه في الناحيه الدفاعيه دي حقيقه بتوجه في كلامك لا ما تقلقش هيسمع الكلام هو نفسه من دلوقتي قال ان هو بيهتم بالناحيه الدفاعيه وشايف ان الدفاع مهم جدا ان هو يبقى اللاعب وده بيني وبينك الباسكت هو الدفاع يعني عشان تبقى عارف يا عمرو وده اللي مميزك ان انت راجل بتدافع وبتهاجم وطبعا يعني زي ما بيقولوا باسكت بول از ديفنس. طب خلينا اتكلم معاك يا عمرو انت ليك مثل اعلى يا عمرو مين مثلك الاعلى؟ طبعا كابتن علاء زهران طبعا والدي مين كابتن علاء زهران؟ والدي حبيبي انا عارف طبعا نجمك الكبير كابتن علاء زهران طبعا نجم مصر وانا شرفت ان لعبت معاه سنين كبيره وعلى فكره انا خدت من باباك تيشيرت ده منين بقى ايوه ايوه قال لك في منتخب مصر كان هو بطل وكان بيلبس 8 وبعد كده قال لي خدها مني انت هيثم انت اكتر واحد يعني او اكتر واحد انا يعني نفسي ياخد الرقم مني فطبعا يعني والدك كان مثلنا الاعلى كلنا مش انت بس. طب نصيحه وبرده في ايهاب امين برده ايهاب امين دي حقيقه. طب حلو ان انت مسك الاعلى بيلعب جنبك. صراحه انا مبسوط جدا انا بلعب جنبه حتى. طب قول لي برضو يعني اكيد يعني مستر اجوستي بيديك نصايح برضو يا عمرو يعني من وقت للتاني بيتكلم معاك نصايح فرديه نصايح ليك الفرديه ايه؟ بيقول لي ان يعني هو بصراحه يعني ورايا في حوار الموضوع الشوط ده يعني هو دايما بيقول لي حسن شوطك حتى لو انت قاعد فاضي لازم تيجي تشوط كتير تشوط كتير عشان انت لو يعني الشوطه دي مهمه في الباسكت يعني صحيح عشان محدش يكون حافظ لعبك وكده
يعني هو بيشتغل عايزك تطور الشوطه، وانت الحقيقه ما خذلتوش، انت في اماكن في اوقات كتيره جدا كنت بتخلص. الحمد لله كنت، بس يعني لسه في شويه برضه. لا ان شاء الله تجيب، ما تقلقش، الشوط ده اسهل حاجه على فكره، تمرين بس. هو حضرتك كنت سويت يعني ولا يا باشا؟ انا بقول لك السويت يعني ما اسهل حاجه، انت تقعد تشوط 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 وتمرن نفسك كده، نفسك بقيت شويت بس، الموضوع بسيط جدا. يمكن انت بتتمرن والله كنت اللي انت بتعمله ده الاصعب، ان انت تهاجم وتدافع وتلعب وان ان وان وتبقى اثليتيك اقوى، ده الاصعب، انما الشوطه مجرد تمرين. عشان كده مستر اجوستي بيقول لك تعالى كل يوم شوط بس، الموضوع بسيط. ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله. وكابتن علاء هنا ولا سافر؟ لا كابتن علاء سافر بره. سافر خلاص، يلا سلم لنا عليه ان شاء الله، ويا رب نشوفكم دايما احسن لعيبه في مصر. شكرا جزيلا عمرو زهران نجمنا الصاعد الواعد في الفريق الاول لكره السله رجال، بشكرك شكرا جزيلا طبعا اخوك، ونصيحه الهوا اهي، واكيد برضو علي بيستفاد يعني. يعني طب انت بتتك على الديفنس علي برضو يعني، حابب الديفنس ولا اصل خلي بالك مش كل اللعيبه انا بدافع اكتر من هاجم اصلا فعلا. صحيح الكلام ده علي ما شاء الله في الريباوند والديفنس، اهم حاجه اهم حاجتين عنده الريباوند والديفنس. يعني اللعيبه اللي بيحبوا يفايت على الكوره بزياده عن اللزوم يعني. صحيح، لانه خليني اسالكم كده، اللعيبه الصغيرين واحنا كنا صغيرين في يوم من الايام دايما بيحب الباسكت، عايز يجري يهاجم ويشوط ويلعب. دي حقيقة. كلنا طبعا عايزين نجيب باسكت، بس يعني انا بالنسبه لي الاهم الريباوند والديفنس، يعني انا لو ما لمتش مين اللي هيلم يعني. صحيح. طب كابتن اسلام لما بياخدك على جنب تعليمات فرديه بيقول لك ايه؟ هو برده بيتكلم في اهم حاجه الديفنس، ان انا ما اسرحش في الهيلب، ان انا ما اسرحش من ماني اي كره، يعني لازم اعمل بوكس اوت، ما اسرحش في البوكس اوت خالص. المقابلات للناس اللي داخله بيقول لك ايه؟ لو حد داخل بتقابله ازاي؟ اقف وارفع ايدي، يعني مش لازم اعمل بلوك خالص، هو انا هقف وارفع ايدي وهو يرميها بقى. يعني نصايحه ليك بشكل كبير ان في الدفاع هو ما يتكلمكش في الهجوم كتير، يعني هو في الاوفنس لو جات لي يا فاول يا باسكت هتخلصها ان شاء الله، انما هي الفكره كلها انه دفاعي. طب خلينا نقول انه انت في الدرجه الاولى يعني شايف ان هم انت كلاعب فريق الدرجه الاولى شايفه احسن لعيب دلوقتي، احسن فرقه في مصر، ولا شايف ان في لعيبه خارج النادي كويسين برضه؟ احسن لعيب يعني في مصر دلوقتي؟ في مصر احسن لعيبه في مصر يعني فريق الدرجه الاولى بيضم احسن لعيبه، ولا شايف ان في لعيبه برضه في انديه ثانيه كويسه؟ مصر طبعا في الاهلي طبعا بيضم احسن لعيبه. شايف مين احسن لعيب في الدرجه الاولى؟ ايهاب امين. ايهاب امين ما شاء الله يعني الدنيا محترف في مصر. جامد ايهاب امين بصراحه. يعني انت بتحب تلعب قصاده وبتحب تلعب معاه؟ ما تعرفش تلعب على هبه مين ديفنس ديفنس ده هبه مين. طب قول لي يا بيبو، انا هسالك سؤال يعني، يمكن علي لعب منتخب 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 ولعب الحمد لله خد بطوله افريقيا، انت يمكن ما شاركتش مع منتخب حتى الان، ويمكن الغريب ان عمرو كمان ما اتخدش منتخبات ناشئين. يمكن احنا مش هنتكلم في رؤيه ولا بتاع، ولكن انا دايما بقول انه كويس ان تكون في المنتخب، ولكن عدم ان انت ما تاخدش في المنتخب ده ممكن يبقى دافع ليك ان انت توري الناس انت مين. طبعا دافع، انت دي حاجه عمرها ما تخليها تحبطك، دي حاجه بتخليك توري الناس انت مين وانت بتلعب ازاي وانت تستحق تكون في المنتخب ده ولا لا. يعني ده دافع عمره ما كان حاجه بتحبط، ده دافع ليك ان انت تشتغل اكتر على نفسك. عشان انت شايفها كده، بس للاسف في لعيبه في ناس بتحبط. في ناس بتحبط. يعني عمرو ما شاء الله دلوقتي لو قيمناه احسن ناشئ طلع في الدرجه الاولى السنه دي، انا غلطان يعني صحوا لي معلومه صح. هل في لعيب في الدرجه الاولى اي نادي مش الاهلي بس في سن عمرو زهران طلع عمل اللي عمل عمرو زهران السنه دي؟ هل صحح لي المعلومه، انتوا برضو في الجيل ده وقريبين؟ لا حد طلع في الاتحاد الجزيره زمالك حد عمرو، بالرغم ان عمرو اللاعب يعني عمرو الوحيد اللي في سنه كويس ما تاخدش منتخب. ما دي زي ما بقول لحضرتك يا كابتن هيثم، عمرو خدها كدافع ليه، ما احبطش، خد دافع ليه ان هو المفروض يشتغل على نفسه اكتر وان هو يبقى احسن واحسن عشان ما يوري الناس هو مين. انا عايز اقول لك انه دلوقتي ممكن يخش بوابه المنتخبات من البوابه الكبيره، المنتخب الكبير بالظبط، فدي فرصه. يعني الراجل اللي جاي الكوتش اللي جاي ماسك المنتخب ده كوتش روي رايان رانا من المدربين الجامدين جدا، ما عندوش بقى لا سن ولا مش سن ولا صغير ولا كبير، بيبص دايما على اللي تحت، وهو كان مدرب ناشئين واخد بيكم كاس عالم كندا بالظبط. فهو في مصر ده يعني انت ما تستغربش ان ممكن انت او علي تلاقي نفسك منتخب كبير، ما تستغربش. انا اتخذت منتخب كبير وانا عندي 17 سنه 18 سنه، ما تستغربش ده. طب قول لي انت لعبت السنه دي بالمنتاليتي دي، حبيت تلعب عشان توري الناس على مين عشان تخش منتخب مصر؟ ده اول حاجه خدتها بالنسبه لي، اول دفع ليا، اول دفع ليا ان انا ما اتخذتش منتخب مصر، فلازم اوري الناس انا مين، اوري الناس انا مستواي يستحق اكون منتخب مصر ولا لا. طب انت ليه بتحب الدنكات يا عم حبيبي؟ انا دي حاجه جينات في العيله. جينات دي جينات دي جينات. بس انت ما شاء الله ارتقائك عالي، يمكن كمان عمرو بينط بس انت ارتقائك اعلى، انت بتهيألي انت اقل في الطول شويه من عمرو؟ لا انا اطول. ايه ده؟ اطول من عمرو، اطول من بابا.
ايه ده ازاي ده؟ ازاي؟ انا المهم بشوفك في الملعب ليه مش طويل؟ عشان انا فرقتي طويله زياده عن اللزوم. فرقه في 18 سنه فرقه طويله. برافو عليك. فرقتنا طويله زياده عن اللزوم. شفت الاجابه صح؟ قال لك لان انا بلعب انت بس انت لعبت مع الدوري الاولاد بلد اطول من عمرو. انت طولك كام؟ انا 194. يعني علي 2 متر انت 194 ما شاء الله 194 في حاجه محترمه جدا. كجارد يعني بتبقى حاجه طويله، لكن احنا فرقتنا ما شاء الله طويله يعني. عشان كده انت سالت السؤال ده قبل كده؟ حد قال لك انت ليه بتبان مش طويل؟ لا لا لا. طب ايه الصور دي؟ دي كانت في صاله حلوان صح؟ دي في بطوله ايه؟ بعد بطوله القاهره دي. دي بعد بطوله القاهره خدناها. ودي طبعا بعد الفوز. طب حلو، بتبقى جميله جدا المكسب. طب قول لي حد في فرقتنا دي في صاله الشاي الدخان، هل حد من فرقتنا خد القاب في بطوله القاهره دي؟ لا ما خدش. ما حدش خد. اللي احنا دايما كنادي اهلي احنا فرقه جماعيه اكتر من فرديه. شفت الرد عليه؟ شفت هو ده مش هو بالاخر بيقول لك انا مش فارق معايا اللقب، انا القاب فرديه المهم نكسب. والوقت كان متوزع على الفرقه كلها اصلا. صحيح. طب ودي برضو دي في يعني قول لنا اسامي الفرقه برضو، يعني قول زمايلك مين ده ومين ده. سيف قيدار ده فتخ بطوله افريقيا اللي اتلعبت هنا في مصر، هو كريم حاتم وياسين محمد ياسين جودزيلا عمر عماد. طيب قول لنا احنا انت عارف الاستوديو كنا نفسنا يبقى الفرقه كلها معانا، خلينا نقول اسامي الفرقه واحد واحد كده. خلينا نمسك البوينت جارد مين معانا في الفرقه. كريم حاتم. ايوه. امير عبده وياسين محمد ويوسف توفيق. جميل. نخش على الجردات. كريم وعمرو وكمال احمد وحازم وانا بلعب اتنينية. تمام. بوزيشن ثلاثه فؤاد وسيف قيدار و بلال. وبلال. بوزيشن فور علي يوسف حامد سعد ومحمد سعد وكريم غراب. وبوزيشن فايف عبد الله وعبد الله وياسين علاء. ياسين علاء. ناسين حد؟ لا كده تمام. دي كل فرق كتيبه الابطال بتاعتكم كلكم اغلبكم 2004 ولا 2005؟ ال 2005. 2005 اكتر. احنا جبنا السنه دي 2 من 2004 لكن احنا 2005 اكتر مننا. 3 2004. ايه ده؟ دي غريبه جدا. يعني دايما بيبقى السنه السن الكبير هو الاكتر. ما هي جت بظروفها كده. بالظبط. جت بظروفها كده. طب قول لي هسالك سؤال، يعني اكيد بابا ليه دور كبير جدا طبعا. دي لقطات في بطوله القاهره ما شاء الله ارتقائك عالي برضو يا بيبو، يعني ما شاء الله. والصاله نفسها صاله حلوان حلوه، يعني البورد بتاعها حلو، الحلقه حلو، وعملت انت فيها ماتشات حلوه. لما جمهور الاهلي بيقطع لكم فيديوهات وينزلها لكم على السوشيال ميديا بتنبسط عليه؟ لا بصراحه ما نزلتش ولا فيديو. فيديوهات الفرقه لما ينزل. فخر. اكيد. شهره جمهور الاهلي ده حاجه حلوه، لما تلاقي ان الجمهور اعظم نادي في الكون زي ما بنقول، ودي حقيقه اللي بينزل لك ويعرفينك، دي حاجه تكون مبسوط بيها طبعا. بتتبسطوا لبعض طبعا. مثلا انت شفت فيديو لبيبو بتقول له الحق بيبو نزل لك، انت بتقولوا لبعض كده وتنزلوه على بعض الجروبات وبتاع والصور وكده. ده فخر ان جمهور النادي الاهلي. صح. يكفي ان جمهور النادي الاهلي بس بيتفرج عليك. صح صحيح، معاك حق. طب خلينا اتكلم معاكم شويه في الحته بقى الايه الاسريه. بابا مسافر، يعني يمكن اكيد ماما ليها دور كبير جدا اكيد معاكم. نصيحه ليكم ايه انت وعمرو؟ هو اول حاجه طبعا ماما مسافره مع بابا. يعني انت قاعد هنا انت اول مره في المعلومه دي. يعني ماما هناك قاعده مع بابا. انت قاعدين انت وعمرو هنا لوحدكم. برافو عليكم. برافو يعني. ومسؤوليه ومذاكره وتمرين واكل وكله احنا بنعمل كل ده بنفسنا. صدق انا اول مره في المعلومه دي. يعني بجد انتوا برافو عليكم ان انتوا فعلا متحملين مسؤوليه ومركزين طب هم بيتواصلوا بيعاكوا؟ طبعا كل يوم كل يوم ويقولوا لنا نعمل ايه كل حاجه. طب مين اللي بيطبخ انت ولا عمرو؟ لا كل واحد بيعمل اكله يا بيبو. لا كل واحد بيعمل اكل. كل واحد انت اللي بتطبخ وعايز مكسوب. لا كل واحد بيعمل. عمرو الكبير بقى. لا اصل احنا اكلنا يعني اللي هو بيبقى على الدايت اللي هو بتاع الرياضي. ايه بقى؟ مكرونه تونه الرز والفراخ المشويه الحاجات الطبيعيه اللي هي ما بيكونش فيها يعني. طب مين اللي بيعمل الرز؟ لا بيتجاب من بره. ده بيتجاب من بره. يبقى مش بنطبخ بقى بنطبخ. طب قول لي يعني طب انتوا يعني ساعات بيبقى عمرو مسافر مثلا مع الدرجه الاولى عنده ماتش، انتوا لما كنتوا مع المرتبط فانتوا مع بعض في كل حته، فكان بابا وماما مرتاحين قوي لان انتوا الاثنين في نفس المكان وفي نفس. لما ده بقى ماتشاته مختلفه مع الثاني، عمرو بيقوم بدور الاب بيكلمك بيشوفك فين ولا لا؟ بابا لا عمرو لا عمرو طبعا بيتصل بيا دايما، بيقعد يطمن عليا يقول لي انت فين، ومثلا لو اتاخرت عن انا في المروح يقول لي لازم تروح دلوقتي الدنيا اتاخرت. لا عمرو بيعمل كده بصراحه. عمرو يشاور عمال يقول لك انا بديك نصايح. واضح ان عمرو شديد ما بيهزرش. طلع لبابا. حبيبي يا حبيبي.
اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجوم المستقبل في كرة السلة ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. اجيلك يا علي، يمكن اتكلمنا مع بيبو بقى عن المواهب والطبخ والقصه والحكايه. انت مواهبك ايه؟ اتفرج على افلام ومسلسلات. بجد والله؟ اه والله. تحب دي؟ مصري ولا اجنبي؟ اي حاجه بجد. خلص المسلسل في يومين كده يبقى عندك حس فني. انا لا خالص. لا بتحب تتفرج وبس؟ بتفرج وخلاص يعني. خلص المسلسل. بتحب الاكشن؟ بتحب ال اكشن ضرب والحاجات دي بقى بتاعه كده؟ هو بخلص المسلسل في يومين يعني. بخلص المسلسل في يومين اخش على اللي بعده. ما احنا عندنا وقت. طب والدراسه اخبارها ايه؟ يعني في الامتحانات بقى. تمام. لا كده انا عرفت خلاص. المسلسل في يومين بس. لا بشد حيلك لانه احنا محتاجين ان انت تاخد يعني ايه الدراسه لما تاخدها وتخلص بتريحك. ما انا بخلص بقى ايه يعني. انا اخلص على الامتحان وخلاص بقى. ما انا بستريح قبل الامتحان وبعد الامتحان. صحيح. طيب على يمكن اتحاد السلة أعلن منذ لحظات حزمة من القرارات تعقيبا على أحداث المباراة اللي فاتت، وهي تغريم أحمد ياسر عبد الوهاب 20,000 جنيه عما بدر منه في اللقاء، وأيضا تغريم عمر عزب 10,000 جنيه. الحقيقة مش عارف عمر عزب اتغرم ليه 10,000 جنيه. معرفش هل في حاجة يا جماعة أنتوا شفتوا حاجة غير أنا شفتها؟ يعني عمر عزب ليه اتغرم؟ لو حدش اتكلم عن عمر في أي حاجة يعني. انا ما اعرفش يعني. انا هطلع من على الهواء دلوقتي اعرف ايه حيثيات الغرامه لعمر عزب. احنا شفنا المباراه ما كانش في اي حاجه على عمر عزب يعني. كل مصر شافت احمد ياسر عبد الوهاب عمل ايه، وبدليل ان حصل عقوبه اثناء المباراه من الحكام. عمر عزب عمل ايه؟ هل حصل حاجه بعد الماتش؟ بعد الماتش ما حصلش حاجه، ما شفناش يعني. فمحتاجين نشوف، ولا هل دي عشان نوازن القرارات يعني، ولا الدنيا ايه مش عارف. محتاجين نعرف ايه القرار ده وليه عمر عزب اتخذ ضده القرار ده. طب خلينا نرجع تاني. طيب هوايتك المسلسلات والفرجه والكلام ده كله وبتاع. طيب بتحب تخرج مع اصحابك؟ بس ما بنخرجش بقى. ما بتخرجش؟ لو عندك ماتشات وتمارين. ايوه تمارين كل يوم. كابتن اسلام مش رحمنا بصراحه. مره الصبح بعد الدور. لا هو بالليل بس. بس تمارين انا موت. ساعتين ثلاثه. بناخد يوم واحد مثلا في الاسبوع بقى بنذاكر فيه. طب اكتر حاجه بتحبها في التمرين يعني؟ انت من راح التمرين انا هشوط بحبها. تمرين فتنس بحبه ايه؟ اسمه ايه ده؟ الديفنس. تمرين الديفنس يعني. بدي لما كابتن اسلام يديك تمرين ديفنس بتحبها. طب كابتن اسلام والنبي ادي لعلي حبه كويسين قوي من الدفاع. انت بتحب الدفاع؟ بحبه بس الاول انا بحبه مش قوي. طب قول لي وايه تاني؟ الديفنس واللي هي بقى التمارين اسمه ايه ده؟ الثالثه على الثلاثه، 2 على 2، الترانزيشن كلها اللي هي الريدنج. الريدنج كلها اللي هي الحاجات بتاعت الريدنج وبتاع. الريدنج هو كابتن اسلام صراحه بيدور على الحته دي اهم حاجه، ان انت تريد الديفنس اللي قدامك. هو بيدور على اللي هو يطور اللعيب نفسه. كابتن اسلام يطور اللعيب نفسه قبل ما عايز فرقه جاهزه. يطور اللعيب نفسه دايما بيحبنا اللي هو يخلينا كلنا عندنا حته الباسكت دي مهمه قوي. طب قول لي يا بيبو، عايز اسالكم برده واسال علي نفس الكلام. ساعات كابتن اسلام بيتاخر عليك في النزول مثلا يعني، ممكن فوت شوت كوارتر اتنين بعد كده ينزلك فوت كوارتر ونص يعني. ده خلينا نتكلم بامانه، ده ما بيزعلكش ولا انت ما عندكش الكلام ده؟ مش فارق معاكم؟ بص انا حضرتك انا بنزل اللي هو هنزل انا اعتبر زي العسكري، الكوتش يقول لي عليها هعمله. برافو عليك. وبالظبط وعندي برده اللي بيبقى عندي حته الثقه في زمايلي اللي هم هيقوموا بالدور بتاعي. كلنا حاجه واحده، ده هيخرج ده هينزل، هو هيعمل احسن منه كمان. احنا عندنا كده كابتن اسلام ماشي بالمبدا ده، كلنا حاجه واحده، اللي يخرج هينزل ويبقى احسن منه، ولما الخرج التاني ده هينزل ويبقى احسن كمان. برافو عليك يعني. انت بتشتغل بمنتاليتي هتريحك. وعلى فكره مدربين كتير بيحبوا اللعيب يبقى بالفكر ده معاه. بالظبط. اصل في بعض اللعيبه بتخرج خلاص هي كده خرجت بره مود الجيم، او نزل متاخر هو نزل بره مود الجيم. احنا شفنا مهيب اهو، مهيب يعني نازل بقاله شوطين ما كانش لعب شوط ونص ونزل خد ثلاثيه. مصر كلها دلوقتي بتتكلم عن مهيب. بالظبط. صحيح. طب انت علي نفس الكلام لو اتاخر عليك كوتش اسلام شايف ده؟ وانا عندي اصلا كان عندنا عشان لسه الاثنين اللي لسه جايبينهم السنه دي خمستين. ايه ده في مركزك؟ وانا بلعب خمسيه. فاحنا كان عندنا جودزيلا وعمر عماد وعبد الله، فكان كابتن اسلام بيبدا بيهم عشان عايز يديهم ثقه. وانا كنت مش اللي هو بقى بتضايق وكده، لا انا كنت بشجعهم وبتاع يعني. كان وكده كده مصلحه الفرقه ان هم يلعبوا كويس وانا عايزهم يتحسنوا وبتاع يعني. هي كلنا بنبقى عايزين مصلحه بعض. وانا يعني انت ما اتضايقتش ان هم جايين في مركزك؟ لا 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 بالعكس، انا يعني بشجعهم وببقى عايزهم يتحسنوا. وبعدين هم لما هم يتحسنوا انا كمان اتحسن. صح يعني. انما لو هم فضلوا
في مستواهم ما تحسنوش، ما حدش فينا هيتحسن، كلنا هنفضل في نفس المستوى. انما هي الفكره كلها ان احنا كلنا عايزين نتحسن، كلنا عايزين نبقى احسن، وده برده هيبقى في مصلحه الفرقه. صحيح. طب قول لي يعني اكتر واحد، اكتر لعيب بتحب تلعب معاه؟ طبعا كلهم، كلكم بتحبوا تلعبوا معاه، بس انا بتكلم انت بقى في واحد بيبقى بينكم وبينه كيمياء كده. بيبو. انا عن نفسي انا وعلي ان احنا مع بعض من 10 سنين، ودايما لما بنتصاب بنتصاب انا هو دايما، فدايما مع بعض في كل حاجه. هو حتى اخر باسكت في جيم الجزيره بقى لنا على 10 سنين بنعمل 10 سنين بنعمل نفس الطريقه ده، بس انا لعلي تحت واقطع عليه اجيب الباسكت من زمان، واحنا بنعمل الحركه دي. ان هو بياخد الكره تحت وانت تقطع عليه، اديها له على البوزيشن واقطع عليه على طول، اديها لك على طول انا وعلي حافظينها. وده بس حلو ان دي مشكله اصلا معايا كابتن اسلام، اللي احنا المفروض عندنا قاعده اللي بينزل الكره لتحت المفروض يعمل سكرين لل هو بيقطع على طول، يقطع والتاني ياخد على شوط بالظبط. انا على طول بقطع على طول بصراحه، حتى لو انت الشوط ما اقدرش عشان باسكت بتعملوها حلو. باسكت وكابتن نعملها باسكت بالظبط. يعني انا مش كابتن اسلام مش هيزعل، لان هو انت مهم تخلص بيها باسكت بالظبط. يعني انتوا من زمان مع بعض؟ طب انتوا في الاوضه بتقعدوا مع بعض؟ لا. طب ازاي؟ في العادي بيبقى عشان احنا كابتن فرقه فساعات الاوض بتبقى بعيده عن بعض، فواحد بيبقى في حته والتاني بيبقى في حته عشان ده يبقى بالظبط عشان نسيطر على الوضع شويه. بس احنا كده كده في المعسكرات كله قاعد مع بعض، يعني هو وقت النوم بس. طب مين كابتن على مين، انت ولا علي؟ هو كابتن. انت كابتن علي. انت اقدم منه. فبس انتوا الاثنين كباتن الفرقه، فمش فارقه بقى مين موجود، مين بيروح مين بيجي، مش فارقه. طب قول لي يعني انتوا الاثنين مع بعض، طب خلينا نتكلم تحت الحلقه مثلا يا علي، تحت الحلقه انت بتلعب مع لعيب ثاني تحت الحلقه. مين بتحب ترتاح بتلعب معاه، بيفهمك بيقطع بيلم معاك في الباوند؟ يوسف حامد. يوسف. ده اللي بيلمش معايا في الريباوند. لا طب هو يوسف من زمان بيلعب معاك؟ لا يوسف جالنا 14 سنه يعني. جه 14 سنه. كان جاي منين يوسف؟ فاكر اكاديميه الكويت. مدينتي. هو كان مسافر بره في الكويت تقريبا، ورجع على اكاديميه مدينتي، على كده النادي الاهلي جابه. انت بتحب بتحس ان في بينكم بعض تفاهم؟ وبعدين عشان اسمه ايه ده، يوسف بيباصي يعني. يوسف لو خد الكوره لقاها مزنوقه يقوم باصي، وانا وهو انا استلمها تحت الحلقه، يا اما هو قاطع لي اديها له، يا اما انا تحت الحلقه هو يديها لي. لان في حافظين بعض يعني. زمان انت بينك وبين جيبه لازم السناتر يكون بينهم وبعض شغل، لان انتوا الاثنين تحت الحلقه. هاي ولو دايما بيبقى لازم يبقى بالظبط. برافو عليك، برافو عليك. طب قول لي يا بيبو، يعني انت كبوين جارد، انت برضو انت بتلعب جارد، فعايز بوين جارد يفهمك، مين بتحب تلعب معاه برضو؟ هو انا اكتر واحد بلعب معاه في الملعب كريم حاتم. كريم حاتم. كريم كويس. كريم حاتم عنده منتخب كمان ما شاء الله. بالظبط، عنده اللي هو بيلم الكره على طول فاست بريك. احنا لو حضرتك اتفرجت على الماتشات، احنا معظم ال بس كريم 2005 ولا 2005؟ كريم 2005 صغير. انت 2004. انا 2004. لكن احنا كالبريمتر يعني عموما اللي فوق كله بيلعب، يعني كلنا تقريبا لعبنا مع بعض، فما فيش يعني ما فيش التواصل ما بين التيم. طب قول لي المنتخب اللي بيلعب دلوقتي 2005 2006 ولا 2004 2005؟ التجمعات اللي دلوقتي بيبقى 2004 2005 اللي هيروحوا اللي هيلعبوا افريقيا تحت 18 سنه، و2005 2006 اللي طالعين كاس عالم في اسبانيا. 2005 2006 رايحين كاس عالم، فضمنهم على بعض وبيتمرنوا مع بعض. يعني 2005 2006 دول هيلعبوا كاس عالم عشان لعبوا افريقيا اللي فاتت. بالظبط وكسبوا. تمام. دي انت مش فيها، مش هتكون فيها، انت خلاص كبرت. بالظبط. انما 2004 2005 عندكم في بطوله افريقيا. بطوله افريقيا مؤهله لحاجه؟ في شهر 7 كاس العالم، اول وثاني بيتأهلوا كاس العالم. هتلعب فين؟ مش عارفين لسه. مش عارفين لسه. بتلعب في شهر كام يا علي؟ 8. بعد ما بتتلعب بالظبط كاس العالم بيخلص 7 بياخدوا اسبوعين كده راحه، وبعد كده نلعب. طب مين المدير الفني اتحدد؟ كابتن عمرو بخير. كابتن عمرو بخير. طب كابتن عمرو بخير بس هو اللي ماسك المنتخب اللي راح كاس العالم ده. ماسك المنتخبين. ماسك المنتخبين. هيرجع يمسكه. بالظبط. بس هيبقى ماسك الاثنين وبيشرف عليهم. بالظبط. خلي بالك كابتن عمرو بخير مدرب جامد جدا، استفادوا منه، استفادوا منه بشكل كبير، لانه مدرب وبيدي ثقه، ولما بيحب لعيب بيديله وبيرميه في الملعب. يعني حتى عمل مع منتخب، وخلي بالك هو راجل طلع كاس عالم كبير المنتخب الكبير. فلما مسك المنتخب الصغير استفادوا منه. استفادوا منه. بس ان شاء الله يبقى يعني تبقى دي اول منتخبيه ليك يا بيه. ان شاء الله. طب بتفكر تطلع امريكا؟ يعني لو جه مش هروح امريكا كده وخلاص، غير لو جه احسن فرصه بصراحه. يعني ما اروحش اطلع كده وخلاص، اللي هو اسم ثلاثة امريكا لازم يكون في احسن فرصه عشان اطلعها. وانت علي نفس الكلام برضو. لو كانت فرصه حقيقيه جامعه محترمه هتطلع، لان هي حاليا الدوري المصري الدوري المصري بقى من اقوى الدوريات تقريبا في افريقيا وفي الوطن العربي تقريبا. وكمان اربع سنين على انا اكون ثلاث درجه اولى هيكون من الدوريات القويه جدا في العالم. وهي اصلا امريكا يعني امريكا دي ممكن اطلعها، لو طلعت في حته مش كويسه هرجع مستواي قلل عن كل اللي في مصر. برافو عليك، برافو عليك علي، بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني علوة. كل التوفيق لك يا حبيبي ان شاء الله.
بيبو نورتيني وشرفتيني يا حبيبي، كل التوفيق ليك. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا النهارده مع نجوم المستقبل في كره السله. شفنا امالهم وطموحاتهم، شفنا بيفكروا في ايه. بيتهيالي لما بيبقى الحوار يعني من القلب للقلب بنعرف لعيبتنا ونجومنا اكتر واكتر. تشوفونا في حلقه جديده مع الابطال. شكرا جزيلا.